تشكل مسابقات أوائل الطلاب وطالبات سر التفوق. نلتقي اليوم مع طالبات متميزات متفوقات من مدرسة السلام الثانوية إدارة حدائق القبة. نتعرف على الفريقين، الفريق الأول فريق المستقبل. فريق المستقبل يتفضل يعرف نفسه. اسمي دنيا عريش مصطفى كامل، مدرسة السلام الثانوية بنات. اسمي منة طلاب رجب محمد من مدرسة السلام الثانوية بنات. ندى سعيد ماضي من مدرسة السلام الثانوية بنات. رغدة أشرف أحمد مدرسة السلام الثانوية بنات. يبقى عندنا فريقين أعزائي المشاهدين، الفريق الأول فريق المستقبل مدرسة السلام الثانوية بنات إدارة حدائق القبة التعليمية، الفريق الثاني من نفس المدرسة ومن نفس الإدارة واسمه فريق الطموح. نظام مسابقتنا طبعا انتوا عارفينه، عارفين نظام المسابقه ولا في تتفرجوا على سر التفوق؟ طيب نظام المسابقه سؤال، والسؤال دوت بيتجاوب، بتظهر معاكم 30 ثانيه تفكروا في الاجابه، وبعدين بتجاوبوا على السؤال حسب ما تتفقوا مع بعض، وبعدين بنشوف الاجابه صح ولا غلط. عايزين نتفق على شيء مهم قوي، ان احنا معانا ثلاث وسائل مساعده هينفعونا. معانا ثلاث كروت قدام كل فريق، ثلاث كروت. الكارت الاحمر لو السؤال انت شاكك في اجابتين يبقى هترفع لي في خلال ال 30 ثانيه الكارت الاحمر، يبقى انت ممكن تجاوب اجابه تطلع غلط، اقول لك جاوب مره ايه مره ثانيه قبل ما نظهر الاجابه، يبقى انت هتجاوب مرتين على السؤال دوت، وده هتستخدمه لمره واحده. الكارت الاخضر هيبقى نحذف لك اجابتين، طبعا مش هنحذفهم من على الشاشه، ولكن هنقول لك احنا شلنا كذا ومعاك الاجابتين التانيين. الكارت السماوي اللي هو الكارت الاخير ده هتستخدمه برضو مره واحده، هيبقى ممكن تستبعد السؤال نهائيا بس هتقدم بداله موهبه. عندنا مواهب ممكن نقدمها؟ طيب نبدا كده بسم الله ونشوف الاسئله، وزي ما اتفقنا هناخد معانا ال 30 ثانيه كده. الفريقين يبقى في بينهم تعاون عشان خاطر ما حدش يستفرد بالايه؟ بالاجابه، ومفيش فريق يشوشر على الفريق التاني وهو بيجاوب. السؤال الاول طبعا في ماده اللغه العربيه بيقول السؤال، قائل هذا البيت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قائل هذا البيت هو مين؟ الشاعر السموأل ولا عنترة بن شداد ولا البحتري ولا المتنبي؟ متفقين؟ هنفكر في ال 30 ثانية بتوع الإجابة. خدوا بالكم السؤال هنا فيه إجابات: السموأل، عنترة بن شداد، البحتري، المتنبي، ولازم نعرف إن الأسئلة، عايزين بس نظهر الإجابات كده لبناتنا عشان خاطر يشوفوها. الشاعر البيت ده اسمه البيت، البيت الذي قتل صاحبه، يعني البيت ده هو اللي تسبب في قتل الشاعر اللي قال هذا البيت. معانا 30 ثانية. خلاص اخر حاجة كده في ال 30 ثانية ابتدت من لما قلت السؤال. معانا اجابة؟ مين هتجاوب؟ دنيا ولا هتجاوب منا؟ مين هتجاوب؟ نسمع منا كده من فريق المستقبل بصوت عالي. لا بس وانت موجودة مكانك بس علي صوتك. المتنبي. يبقى فعلا اجابه صحيحه، نشوفها كده مع بعض. هو فعلا الشاعر الايه؟ المتنبي، هو اللي هذا البيت اللي هو البيت الذي قتل صاحبه. ويمكن في هذا البيت نقول معلومه كده لابنائنا عشان خاطر يستفيدوا، ان المتنبي قال هذا البيت متفاخرا بمهارته وقدرته الحربيه ومهارته الايه؟ الادبيه. وعندما اراد ان يفر من احد المعارك قال له الخادم: ألست أنت القائل يا سيدي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فعاد إلى المعركة وقتل فيها، لذلك قيل هذا البيت الذي قتل إيه؟ صاحبه. يبقى احنا كده فريق المستقبل ياخد معانا نقطة. السؤال بقى اللي بعد كده هيبقى لفريق الايه؟ الطموح. وطبعا عندكم طموح ان انتوا تغلبوا فريق المستقبل، ممكن على فكره الطموح يغلب الايه؟ المستقبل، لان مفيش مستقبل بدون ايه؟ بدون طموح. نشوف كده بيقول لنا قائل هذا البيت: اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا حتى كاد من الحسن ان يتكلم. انا جايب ابيات مش في مجال دراستكم، يعني انتوا ما درستوهاش بس مرت عليكم في البلاغه، يعني وانتوا بتدرسوا بلاغه مرت الابيات دي كحاجه ايه؟ كمعلومات اسرائيليه. هل اللي قاله الاعشى ولا عنتره بن شداد ولا البحتري ولا بشار ابن برد؟ نفكر طبعا في وقتنا المتاح معانا، لسه معانا 30 ثانيه، معانا وقتنا. طبعا واضح، هقول معلومه تساعدكم واحنا شغالين. طبعا واضح هنا من البيت ان الشاعر اللي قال الكلام ده كان بيتحدث عن الطبيعه الجميله في فصل الايه؟ الربيع. ويمكن انتوا بقى تتذكروا ان اني عصر من العصور اللي احنا درسناها كان، طبعا احنا درسنا مع بعض العصر الجاهلي والعصر الاموي، ودرسنا العصر العباسي والعصر الحديث، وطبعا اني عصر بقى اللي كان بيهتم بوصف الطبيعه هتعرفوا على طول الايه؟ الشاعر، لان من الشعراء بيبان مين اللي كانوا من العصر دوت. عندنا اجابه؟ نقول هتبقى الاجابه البحتري. طب نعلي صوتنا شويه. البحتري. البحتري اجابه فعلا صحيحه، ونقدم التحيه لفريق الطموح
ويبقى كده واضح ان هي هتبقى المنافسه قويه. انا عايز اقول قبل ما ابدا السؤال الثالث، هل يا رغده اصدقاء الامس هم، مش عايز اقول اعداء بقى، هم منافسو اليوم؟ يعني اعتقد ان انت كنت انت ومنا في فريق واحد في اوائل الطلبه في مدرستك، والفريق دوت فاز على مستوى المدرسه مع فريق تاني خدوا المركز الاول. هل فعلا انت زعلانه حاسه انه مفتقده منا عشان كنتوا في فريق واحد؟ لا عادي عادي، يعني يعني احنا متقبلين. وعايز اقول ان مفيش حد خسران عندنا النهارده، الكل كسبان، اللي خسر درجه كسب معلومه، وايا كان الفريق اللي هيكسب ففي المكسب في الحالتين لمدرسه السلام اداره حدائق القبه التعليميه، لان كلهم من نفس المدرسه. السؤال التالي لسه في اللغه العربيه، احنا عارفين ان التخصص طبعا هيحكم، الاجابه بتاعتنا طبعا البحتوري، التخصص هيحكم، فهجيب لكم اسئله لغه عربيه اكتر من الحاجات التانية. قائل هذا البيت ده من الحاجات اللي انتوا درستوها السنه دي، ده نص من نصوص اللي درستوها في الفصل الدراسي الاول يا منا. يا ايها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. اللي قائل هذا البيت ابو الاسود الدؤلي ولا النابغه الزبياني ولا ابو تمام ولا ابن زيدون؟ انت فاكره الاول البيت ده يا منا؟ يعني ده كان في الفصل الدراسي الاول، كان بيتحدث عن نص اسمه ابدا بنفسك. معانا طبعا وقتنا 22 ثانيه لسه. عاجبني طبعا التعاون اللي بين الفرقتين. تتكلموا في الاجابه ولا عاملين نفسكم بتتكلموا في اي حاجه وخلاص؟ طيب فكروا كده. طبعا الشاعر اللي احنا هنذكره، انا بحاول اقدم دايما معلومه، الشاعر دوت هيبقى مش من العصر الجاهلي عشان نبقى فاهمين القصه ديت، وكان ليه دور كبير. طيب نقول يلا الاجابه، مين هيقول؟ انا. الاجابه هتكون ابو الاسود الدؤلي. ابو الاسود الايه؟ الدؤلي. اجابه طبعا ايه؟ صحيحه. يبقى اذا هنا فريق الايه؟ المستقبل بياخد نقطه ثانيه، يبقى فريق المستقبل اثنين، فريق الطموح واحد، بس طبعا فريق الطموح لسه فاضل له ايه؟ سؤال. طبعا نشوف السؤال اللي بعد كده برضه من المنهج وحاجه سهله. قائل هذا البيت، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. بيت طبعا بيدعو للفخر والاعتزاز بوطننا العزيز ايه؟ مصر الحبيبه، وهي بتتفخر بنفسها، ويمكن القصيده دي اسمها قصيده مصر تتحدث عن نفسها، وطبعا غنتها كوكب الشرق ايه؟ ام كلثوم. وطبعا اللي الفها كان الشاعر مين؟ معانا وقتنا نفكر فيه لسه. لسه نبص كده على يمنا هنلاقي الوقت ظاهر قدامنا، اول ما ال 30 ثانيه تخلص تقولوا على طول. بتهيألي سهله يا رغده، ما فيهاش اي حاجه صعبه يعني، صح؟ اه. فاكرين النص دوت درستوه انتوا طبعا في الترم او في الفصل الدراسي الايه؟ الثاني، صح كده؟ يعني دي ابيات من المنهج، فمش هتسبب لنا اي مشكله. 3 ثواني، ثانيتين، ثانيه، نقول الاجابه. الاجابه حافظ ابراهيم. الشاعر طبعا حافظ ايه؟ ابراهيم. معلومه اضافيه، حافظ ابراهيم ده كان اسمه يلقب بايه؟ شاعر النيل او شاعر الشعب. شاعر النيل او شاعر الشعب، ما شاء الله. يعني مش مهم ان انت يبقى عندك المعلومه بتاعت السؤال، بس معلومه كمان حول الايه؟ السؤال. طيب نشوف بعد كده، لسه مستمرين مع اللغه العربيه. اجابتنا حافظ ابراهيم، اجابه صحيحه. فريق المستقبل، ينتمي الشاعر امرؤ القيس الى العصر الجاهلي، الحديث، الاموي، العصر العباسي. طبعا معانا وقتنا ال 30 ثانيه، وعارفين اصلا ان امرؤ القيس كان بيلقب بامير الشعر، وتحط جنبها العصر اللي هو بينتسب ايه؟ اليه. لسه معانا الوقت بتاعنا، ولكن هقول برضو بعض معلومات واحنا شغالين كده بنفكر في السؤال، ان امرؤ القيس كان بيلقب بالملك الضليل، وطبعا ابوه طرده وهو صغير لانه طبعا كان سكيرا وعربيدا، فابوه كان ملك او كان امير كندا وطرده، ويمكن هو صاحب المقولة الشهيرة لما كبر وقال: لقد ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا، لأن أبوه قتل بعد ذلك، وكان يجب على امرؤ القيس أن يأخذ بثأر أبيه. الإجابة إيه بقى؟ أمير الشعر الإيه؟ الجاهلي. الجاهلي. نشوف كده الإجابة. أنت متأكدة؟ أنا مش متأكد بصراحة. متأكدة؟ طب بلاش يا منى عشان عارف انت متوتره، مش محتاجه توتريه. فعلا اجابه ايه؟ صحيحه، وهو العصر الايه؟ الجاهلي. فريق المستقبل ياخد نقطه. احنا مش هنستخدم اي وسائل مساعده ولا ايه؟ نشوف كده. ينتمي الشاعر ابو نواس او ابو نواس الى العصر الجاهلي ولا الحديث ولا الاموي ولا العباسي؟ الشاعر ابو نواس يا شباب، معانا 30 ثانيه. عايزه معلومه يا رغده ولا سهله؟ سهله. هو طبعا هو شاعر من شعراء العصور الزاهية في الشعر، ويمكن كانوا يسموه شاعر الخمر لأنه من أكثر الشعراء التي كتبت
في الايه في الخمر. ويمكن العصر ده طبعا احنا عارفين طبعا ان الخمر محرمة تحريما قطعيا، ولكن احنا على حسب الدراسة بنقول اللي كان ايه موجود كان يسموه شاعر الخمريات من كتر او من كثرة ما كتب ابيات في الايه في الخمر. هو كتب حاجات كتيرة بصراحة ابو نواس. طيب عرفنا الاجابة؟ طيب نقول اجابتنا. الاجابة العصر العباسي. يبقى العصر الايه العباسي اجابة صحيحة تفتكري؟ انا حطيت الدرجة كده ما نشوف. يبقى ينتمي الى العصر الايه العباسي. ما شاء الله احنا في الادب وفي الشعر ماشيين حلو قوي. نشوف كده بقى نغير في الصفات بقى. اشتهر حاتم الطائبي البخل ولا البسالة ولا الجود ولا الجبن؟ حاتم الطائي طبعا ده مشهور وضرب به المثل فقيل نقط من حاتم الطائي. يعني نقط من حاتم دي يعني مثلا ما اقول ايه اشجع مثلا من فلان يبقى فلان ده مشهور بالشجاعة، نقول اطول من فلان يبقى فلان ده كان مشهور بالطول. معانا وقتنا طبعا معانا 17 ثانية. الاجابة سهلة درسنا احنا موضوع بيتهيألي درسناه اللي هو حاتم الطائي ومكارم الايه الاخلاق. يعني مش جايب حاجة من المعلومات العامة، انا جايب حاجة من طبيعة الدراسة. تسمع الاجابة. حاتم الطائي اشتهر بالجود والكرم. الجود والكرم. هو الجود ايه غير الكرم؟ مش الجود هو الكرم؟ طيب ولا انت بتأكد المعنى بالترادف؟ بأكد المعنى. يبقى فريق المستقبل يكسب معانا نقطة ويبقى النتيجة هنا هتبقى 4-3 ولسه فريق الطموح فاضل له سؤال. نشوف كده الاجابة الاول. الاجابة صحيحة. وبعدين عندي اشتهر عنترة بن شداد. الاسئله فيها توازن، يعني جبنا هنا شهره يبقى لازم نجيب هنا ايه شهره عشان ما حدش يشتكينا ويقول ان احنا ايه بنتحيز لفريق المستقبل. ماشي. ها اشتهر عنترة بن شداد بالفراسه ولا الكرم ولا التردد ولا الشجاعه ولا الشجاعه والاقدام مع بعض؟ نفكر في وقتنا. ها معانا طبعا عنترة بن شداد الفارس. عنترة بن شداد الذي كان يحب ابنة عمه عبلة وكافح كثيرا لإثبات نسبه وبنوته لأبيه شداد الذي كان يعتبره عبدا لأنه كان طبعا من أمة. وفي نهاية القصة طبعا عرفنا النهاية السعيدة بزواج عنترة من مين؟ من عبلة. طب يبقى عنترة كان مشهور بالحب بقى ولا كان مشهور بإيه؟ نشوف كده الإجابة. بالشجاعة والإقدام. الشجاعة والإقدام. طبعا إجابة صحيحة ونقطة جديدة لفريق الطموح ويتعادل الفريقان مرة أخرى. مش عارف احنا هنقسم بينكم بإيه يعني. طيب نشوف سؤال تاني يمكن حد يغلط. من فنون دخلنا بقى في أسئلة عايزة مهارة، عايزة ذاكرة، عايزة عقل. من فنون النثر في العصر الجاهلي. تذكروا بصوا كده العصر الإيه الجاهلي اللي هو أول عصر في العصور درسناه. هل كان الرسالة ولا الحكم ولا المقال ولا القصة القصيرة؟ السؤال ده سؤال عقلي، لو فكرت بالعقل هتلاقي ان هي مفيش غير حاجة واحدة منطقية بس هي اللي تبقى موجودة في العصر الجاهلي، يعني مفيش اتنين اتوجدوا. نفكر ومعانا وقتنا. طبعا عارفين الفنون النثرية في العصر الجاهلي كانت فنون ايه، مش عايز اوضح اكتر من كده. معانا الوقت لسه معانا 25 ثانية. نفكر عشان السؤال ده شائك شوية. عارفين ولا ايه انتوا؟ ما شاء الله. مش عايز بقى احسب الفريقين، الفريقين ممتازين. هنا رفعت الكارت الاحمر. نرفع بس الكارت الاحمر تاني كده نوريه لاعزائنا المشاهدين. الكارت الاحمر ده معناها انها شاكه في اجابتين، فهتجاوب مره. اذا طلعت الاجابه صح خلاص، طلعت غلط هقول لها نلحقك اجابه تانيه. نستبعد بقى الكارت الاحمر نجيبه على شمالك خالص عشان نستخدمناه كده لان دي مره واحده. طيب هتبقى الاجابه ايه يا منى؟ الرسالة. هتبقى الرسالة. إجابة خاطئة. يبقى أنت معاكي إجابة تانية. دي وسيلة مساعدة على فكرة مبتكرة، وسيلة مساعدة مبتكرة يعني السبق العلمي فيها لسر التفوق. معانا إجابة؟ المفروض إن الفنون طب أنا هريحك يا منى. الفنون في العصر الجاهلي كانت فنون قولية ولا كتابية؟ يعني شفهية ولا كتابية؟ الفنون في العصر الجاهلي؟ فكري انت كده، هي كانت شفهية ولا كتابية؟ طيب عايز الإجابة التانية عشان كده انت استنفذتي وسيلة مساعدة؟ هي كانت شفهية في العصر خلاص الجاهلي. انت اختاري بقى. يبقى اخترت الحكم. يبقى الايه الحكم إجابة ايه صحيحة وفريق المستقبل ياخد ايه نقطة. طبعا انت استخدمتي وسيلة مساعدة خسرتي وسيلة مهمة جدا. ماشي. طيب
يبقى فعلا كانت الحكم ببساطة فكروا العصر الجاهلي ما كانش فيه تدوين وكتابة، كان التدوين قليل جدا جدا. يبقى طب كل الفنون التانية قصة قصيرة، مقال، الرسالة كلها فنون مكتوبة، يبقى هي الحكم. طيب هنا أول ظهور للرسائل، الرسائل ده فن كتابي ولا فن كتابي؟ يبقى أنا هستبعد إيه؟ جاهلي. حلو كده. بس ظهرت إمتى بقى؟ أول ما ظهرت في صدر الإسلام ولا العباسي ولا الأموي؟ الفريقين يعني في قوة في الفريقين، فأنا بيصعب عليا أن في فريق ما يجاوبش. معنا 23 ثانية لسه معنا وقتنا 16. فكروا، حبيتوا تستخدموا وسيلة مساعدة قولولي. هنرفع كارت ولا حاجة قبل 30 ثانية وتخلص. طيب فاضل 5 ثواني، 4 3 2 1. معانا إجابة؟ الإجابة عصر صدر الإسلام. برافو عليك، عصر صدر الإسلام. طبعا عصر صدر الإسلام اللي هو بعد الجاهلي على طول، وعايز أوضح الرسائل ظهرت فعلا، وفعلا القناة بتحييكي كده وكاتبالك تهوين. الإجابة صحيحة ويمكن نشوفها مع بعض وهقول المعلومة. ليه ظهرت في عصر صدر الإسلام؟ هي بدأت بلغة بلغة بسيطة، كانت لغتها بسيطه يعني بلغه التفاهم العادي. ليه؟ لان الرسول وليه المعلومات دي؟ كان الرسول بيكتب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام كان بيدعي ملوك العالم للاسلام ساعة ما دعا اللي هو ملك صوتنا مش واضح قوي، كان بيدعي دعا ملك مصر و يعني استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوه الملوك والامراء او لمكاتبتهم للدخول في الاسلام. اجابه طبعا صحيحه وتستاهلوا عليها نقطه، وبحثتكم معاكم 3 وسائل مساعده لسه ما فرطتوش في وسيله. يتحدث الشاعر في البيت التالي عن بيت شعر، منا بقى عايز القريحه تشتغل. وابكي فيضجر بي والدي، ولد بيقول انا لما ببكي باللغه العاميه كده البسيطه يعني لما بعيط والدي بايه؟ بيضجر، بيتضايق يعني، بيبقى متضايق ان انا صوتي طبعا مولود. وليس يلمه بامي الضجر، لكن الام ايه؟ ما بتتضايقش. العاطفة المسيطرة على الشعر هنا أو الأبيات بتتحدث عن انشغال الأب ولا إزعاج الأولاد ولا حنان الأم ولا الخلافات الزوجية؟ ما هو ممكن يتخانقوا بسبب إن هو بسبب الولد. طيب نشوف معانا طبعا وقتنا، نفكر براحتنا عشان دي أسئلة بلاغة. لسه معانا 18 17 ثانية. ايوه بالظبط زي ما انت بتقولي كده بالظبط كده. خدوا مع بعض ولا لسه؟ لا لا تمام ماشي. معانا 6 ثواني. نسمع إجابة؟ يلا ده واضح ان دي خلافات كنتوا بقى مش خلافاتهم هم. الإجابة مين هيجاوب؟ مش انا هجاوب، هتبقى الخلافات الزوجية. خلافات الزوجية للأسف إجابة خاطئة. طب كنت هتقولي إيه يا منى؟ تقولي انشغال الأب. كنت هتقولي انشغال الأب، برضه إجابة خاطئة. حنان الأم. طبعًا واضح إن هنا دي بتعبر عن حنان الأم، إن الأم تتحمل ما لا يتحمله أي حد، يعني دي واضحة جدًا إن الأم فعلًا هنا تتحمل ابنها في أقصى الظروف، الأب ليه ظروف مختلفة، ربنا سبحانه وتعالى فطر الرجل على طبيعة غير الطبيعة اللي فطرت عليها الإيه؟ المرأة. ان هي فعلا يعني لو خيرت بين حياتها وحياة مين؟ وحياة ابنها، ستختار مين؟ ابنها. هتختار حياة ابنها طبعا. ماشي. طيب هنا يتحدث الشاعر في البيت التالي عن ما اشرقت في الكون اي حضارة الا وكانت من ضياء معلم. انواع الحضارات ولا اهمية دور المعلم ولا مصادر الطاقة ولا الهجوم على المعلمين؟ فكروا معانا وقتين. معانا إجابة؟ لسه الوقت تتعود، تتعود الدرجة دي تتعود مفيش مشكلة. خمستاشر ثانية. نسمع إجابة. الإجابة هتكون أهمية دور المعلم. علي صوتك شوية. أهمية دور المعلم. ابسطيني كده عشان أحس إن بقيمتي. قولي أهمية دور المعلم بصوت عالي كده. يبقى إجابة صحيحة، ويبقى فريق الطموح متقدم بنقطة على فريق المستقبل، ومش عايز ده يوتركوا، لسه معانا أسئلة كتيرة. طيب نشوف هنا، أعرب ما تحته خط فيما يلي.
متى يذاكر الطالب يكن النجاح؟ كلمة النجاح هنا اسم يكن ولا خبر يكن ولا فاعل ولا مفعول به؟ طبعا دي محتاجة ان احنا نركز في قاعدة كان واخواتها. عارفين ان كان في حاجة اسمها كان الناقصة وكان الايه التامة، ومش عايز اوضح، هتشوف هنا كان تامة ولا ناقصة وتقدر تعريب الاعراب بالظبط. احنا طبعا الساعة بتاعتنا شغالة والوقت لسه، احنا بقى مش هنبدأ بقى من جديد، نسمع اجابة بقى خلاص. ماشي اقول اقول الاجابة هتكون فاعل. الاجابة هتكون فاعل، متأكدة؟ طب تشرحها لنا كده، هي طبعا انا عارف ان انت متفوقة متميزة في النحو، يعني اشرحها لنا. ما هنا كان تامة ولا ناقصة؟ لا خلاص انت اجابتك خلاص اتحسبت، يبقى كان تامة. وفعلا لما تكون كان تامة يعني لا تحتاج الى منصوب ليتمم معناها. يبقى متى يذاكر الطالب يكن النجاح، اي يحدث النجاح، يحصل النجاح، يتم الايه النجاح، يبقى الاجابة هنا هتبقى إجابة صحيحة فاعل، ويبقى هنقدم طبعا التحية والتقدير لفريق المستقبل وياخد نقطة، وإن كان فريق المستقبل مش هيقعد على الكراسي ويستقر إلا لما يتعادل. طيب أعرب ما تحتوى خط فيما يلي من فكت خيوط الثوب. هنا كلمة خيوط اسم من فك ولا خبر من فك ولا فاعل ولا مفعول به؟ معانا طبعا وقتنا لسه. عشر ثانية. في قاعدة هنا يا رغدة؟ ايه؟ في قاعدة؟ قاعدة ايه؟ ان هنا لازم لا قاعدة ايه يعني؟ قاعدة ايه من الدروس؟ اسم عنوان الدرس. لا مش فاكر. طيب يعني في حاجة هنا أنا لما بشوف قاعدة بقى وشوف ده أسلوب شرط، شوف ده إعمال اسم الفاعل. طب معانا إجابة نقول عشان وقتنا خلص. وسيلة مساعدة. ماشي ارفعي الكارت كده، بيني للجمهور كده إن أنتوا بتستخدموا وسائل مساعدة عشان أتبسط كده وأنتقم منكم. طيب ماشي، يبقى كده معانا كام إجابة؟ هنجاوب إجابتين. جاوبوا الإجابة الأولى الأول أسمعها. تمام. الإجابة الأولى تبقى مفعول به. مفعول به إجابة خاطئة. فعل. الإجابة الثانية إيه؟ فاعل. فعلا إجابة صحيحة. ونبعد الكارت الأحمر بقى خالص، نوديه في اليمين بعيد كده. يبقى فعلا دي وسائل كانت فعالة، ويمكن الوسيلة دي أول مرة أقولها النهاردة، ويبقى لسه ما زال الطموح متقدم بسؤال. خلاص خلصنا الوسيلة السهلة بقى. أمثال شعبية. طبعا واضح إن إحنا بقى لازم يبقى عندنا، ما هو لازم يبقى عندنا ثقافة رجل الشارع يا جماعة، ما ينفعش إن الطالب يبقى للعلم فقط. أنا لسه ما قلتش السؤال. الرجل الدب لازم يتقري كده، مطرح ما تلب تشب تهب تحب. هنختار طبعا الايه. انا ليه جبت امثال شعبيه دلوقتي؟ عشان اخفف من، عايز اقول ايه، من جفاف اللغه العربيه في الفتره اللي فاتت. عايز كده بس ايه افرفشكم قبل ما تدخلوا على التاريخ. لا لسه معانا وقتنا. هي اجابه سهله طبعا مش محتاجه يعني. معانا 23 ثانيه. عايز اقول ان الامثال انتوا طبعا عارفين الاجابه صح؟ يا منى عارفين الاجابه، يبقى اسمعي المعلومه وبعدين بديكي فرصه الاجابه. عايز اقول ان الامثال هي صوت الشعب، يعني الامثال بتعبر عن ثقافه الايه الشعوب. طبعا احنا كان في حاجه اسمها الامثال العربيه خدناها قبل كده، هنجيبها في حلقات ان شاء الله قادمه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الامثال الشعبيه. رجل الدب مطرح ما ايه بقى؟ الرجل ولا مطرح ايه؟ الرجل الدب مطرح ما تحب. طب ماشي، ما انا قلت تهب تهب، بس انا راجل اجنبي فبقول الحاها ايه تهب يعني، يبقى مطرح ما ايه ما تحب. طبعا اجابه صحيحه وناخد معاها درجه. نشوف بقى الفريق الثاني، فريق شعبي ولا فريق بقى ارستقراط بقى مالوش في الحاجات الشعبيه دي جد. لبس البوسه تبقى ناموسه عروسه ننوسه بسبوسه. طبعا مش عايز حد يقول على الامثال الشعبيه انها حاجه هايفه، لان في ماده اساسا، ماده في الجامعه درسناها واحنا في الجامعه اسمها الادب الشعبي، اسمها الادب الايه الشعبي. لان العلماء لما يحبوا يعرفوا خصائص الشعب يدرسوا ايه، يدرسوا امثاله الشعبيه وادبه الايه الشعبي. طيب معانا 27 ثانيه لسه نفكر. انتوا عارفين ايه البوصه الاول؟ عارفين ايه البوصه؟ خشبه كده. ماشي خلاص ركزي شويه، لسه فاضل 14 ثانيه. خمس ثواني، أربعة. أنا عايز أستخدم يا جماعة وسيلة المواهب دي عشان أسمعكم. طيب نشوف كده.
لبس البوسة تبقى عروسة. تبقى عروسة، إجابة صحيحة. يعني فعلا ده بيتكلم عن دور الميك اب او دور التزيين، التزيين ولا التزييف، التزيين ولا التزييف، عن دور الايه، التزييف في حياة الايه، الشعور، مش عايز اقول في حياة البنات. طيب يبقى اذا هنا لبس البوسة تبقى ايه، عروسة. طيب نشوف هنا بقى، خلاص ضحكنا شوية، نخش على الجد بقى ونشوف كده ايه الاصالة والاهرام وابو الهول، ونعرف حضارة مصر العريقة، ونقول اول سؤال بيقول قائل العبارة التالية: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. من الشخص الذي تميز؟ على فكرة الشخصيات الاربعة شخصيات تميزت بالايه، بالوطنية، بس مين فيهم بقى اللي كان وطني قوي لدرجة انه قال لك لو انا ما كنتش مصري كنت هتمنى ان انا اكون مصري؟ معانا وقتنا. طبعا سؤال سهل، يعني مش عايز افسر اكتر من كده، اقول انه موجود معانا. موجود معانا ولا مش موجود معانا؟ موجود معانا. طب طبعا الساده المشاهدين مستغربين هو موجود معانا ازاي، هنعرفه دلوقتي من خلال الاجابه. 5 ثواني، 4 3 2 1. اتفضلي يا دنيا انت جاوب الاول، عرفينا بنفسك، قولي اسمك. انا اسمي دنيا عريش مصطفى كامل. مين بقى اللي قال العباره دي؟ مصطفى كامل. مصطفى كامل، يبقى اجابه طبعا صحيحه ويستاهلوا عليها درجة. طيب السؤال التالي قائل العبارة التالية: مصر هبة النيل. مسبيرو، في عالم على فكرة اسمه مسبيري، مسبيرو اللي هو سمي على اسمه مبنى الإذاعة والتلفزيون، ديكارت ولا هيرودوت ولا بيكاسو؟ طبعا انت دولت بقى، في منهم بقى يعني هنقول دول ايه يعني، بس بعد ما نخلص. معانا وقتنا. على فكرة لو ما استخدمناش سؤال الكارت السماوي بتاع الموهبة أنا هضطر أطلب منكم مواهب، يعني لو ما استخدمناهوش يعني. صح، ديكارت ده فيلسوف صح، وبيكاسو كان إيه؟ رسام. رسام عادي، بس إيه اللي يمنع إن الفيلسوف يتكلم وإيه اللي يمنع إن الرسام يتكلم، ولا دولت ما بيتكلموش؟ أنا مش بشوشر عليكي، بس قولي الإجابة. الإجابة هيرودوت. هيرودوت طبعا، مصر هبة النيل طبعا، اللي قالها مين؟ هيرودوت. وهيبقى هنا ايه، بس هما اللي ليهم اقوال، اللي ليهم اقوال مشهورة كانوا هيرودوت وكان مسبيرو. مسبيرو ليه مقولة على الشعب المصري جميلة يعني. ماشي. طيب هنا نشوف على صاحب كتاب تمحيص الاخبار، تاريخ بقى، ده تاريخ، تاريخ بقى من التخصص بتاع فصلوك بتاع الدراسة. هيرودوت ولا هوميروس ولا افلاطون ولا ارسطو؟ نفكر في الإجابة. طبعا ما نقدرش نقول معلومات عشان ما نفسرش، ماشي، ولكن هنا بقى رسالة، احنا وقتنا يعني مش لسه، هنبدأ بقى من الأول كده عشان خاطر خدت وقت زيادة. انتوا عارفينه كده السؤال كويس؟ شور؟ تمام، ما نستناش يعني ال 20 ثانية 19 دول، ولا نستناهم نرتاح نلتقط أنفسنا؟ بس انا شايف يا منى يعني ان يعني العادي مفيش مشكله، الموضوع يعني مفيش توتر ولا حاجه الحمد لله. خلاص طلعي بقى في حلقات سر التفوق تاني. مش عارف. طيب ماشي، فاضل يلا، فاضل يلا دي اتفضل نسمع. الاجابه هتبقى هوميروس. الاجابه هوميروس. طيب هوميروس ده اصلا شغلته ايه؟ شاعر. كان شاعر كتب ملحمه الإلياذة والأوديسة. ما خلاص انا مش عايزين نتكلم في حاجه، كان شاعر. خلاص طبعا الإجابة هنا نشوفها، الإجابة هتبقى خاطئة وهيبقى هيرودوت هنا هو اللي قال دوت. طبعا هم جاوبوا على السؤال بتاعهم اللي جاي ببساطة، صاحب الإجازة والأوديسة، الشاعر الإغريقي هيرودوت ولا هوميروس ولا أفلاطون ولا أرسطو. طبعا السؤال نقوله تاني، صاحب الإجازة والأوديسة ده طبعا هم يعتبر جاوبوه، فمش هناخد له إيه وقت، بس مش عارفين إذا كان صح ولا غلط. تاخدوا وقتكم ولا تجاوبوا على إجابتكم؟ صاحب الإلياذة والأوديسة، الشاعر الإغريقي هيرودوت ولا هوميروس ولا أفلاطون ولا أرسطو؟ هوميروس. الإجابة إيه؟ هوميروس، وهتبقى إجابة إيه؟ صحيحة ويستحقوا عليها درجة. كنت استخدمت وسيلة على فكرة من الوسائل. طيب السؤال اللي بعد كده، دخلنا في الجغرافيا، ماشي. الكرة الأرضية طبعا ممكن تكون تقيلة شوية على الناس، هنخش على أسئلة الإيه؟ الجغرافيا. السؤال بيقول عواصم عربية،
عاصمة السعودية؟ بيروت ولا حلب ولا المنامة ولا الرياض؟ نفكر. احنا متفقين يا جماعة على حاجة، ايه هي؟ ان ما عندناش حد خسران كده كده. مدرستنا اللي هي مدرستكم يعني هي مدرسة الكسبان، ادارتكم الكسبان، كما ان اللي خسر السؤال او الدرجة كسب ايه؟ معلومة. هو ده هدف البرنامج. هدف البرنامج على فكرة مش ان انت تيجي وتجاوبي وتطلعي الاولى وتفوزي معانا برحلة عمرة ولا ما فيش الكلام ده. امال هدف البرنامج ايه؟ هدفه ان احنا بنكرم ابنائنا الطلاب اللي هم الاوائل والمتفوقين في مدارسهم، بنجيبهم ان هم يظهروا قدام الناس في التلفزيون، يظهروا معانا في مسابقات ويجاوبوا اسئله. ماشي، نسمع الاجابه. عاصمه السعوديه الرياض. عاصمه السعوديه الرياض، وهتبقى اجابه صحيحه ويستحقوا عليها ايه؟ درجه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. عواصم عربيه. عاصمه السودان، بورسودان، الخرطوم، تونس، الرباط. أو الرباط. معانا وقتنا. طبعا واحنا بنفكر أكمل كلامي على ما الوقت يخلص وأقول إن احنا كلنا ثقافتنا دلوقتي كلها بقينا نجيبها أو بنستوردها من صفحات التواصل الاجتماعي، وده طبعا بعضها بيبقى صح وبعضها بيبقى ايه مغلوط. لازم ان ثقافتنا تبقى عميقه شويه، لازم ثقافتنا تبقى خاصه بتاريخ بلدنا، تبقى خاصه بالجغرافيا بتاعت بلدنا وجغرافيا الوطن العربي، لازم ندرس شعرنا، لازم ندرس التاريخ بتاع الماضي بتاعنا او بتاع بلدنا عشان ما تضيعش الهويه بتاعتنا. ونسمع الاجابه بتاعت السؤال. عاصمه السودان؟ الخرطوم. عاصمه، متاكده؟ طيب يبقى هنا الخرطوم عاصمه السودان، هتبقى إجابة إيه؟ صحيحة. ونشوف السؤال اللي بعد كده. في عواصم أوروبية، عاصمة إنجلترا، هل هي مونتريال أم فرانكفورت أم لندن أم مانشستر؟ معنا إجابة، لسه وقتنا 25. طبعا فاضل 3 ثواني، ثانيتين، ثانية. معانا إجابة؟ الإجابة هتبقى لندن. الإجابة لندن، يبقى إجابة صحيحة. ماشي، طيب أنتوا مش عايزين تستخدموا وسائل المساعدة خالص بتاعت المواهب دي خالص ليه؟ مفيش مواهب عندنا؟ لا، هنستخدمها في مواهب طبعا. في مواهب؟ طيب أنتوا مستفيدين بالأسئلة؟ حاسين في استفادة؟ ولا هي المجرد بس مسابقة كده وخلاص؟ لا، في استفادة طبعا. نشوف بقى بعد كده السؤال اللي جاي. في عواصم أوروبية لفريق الطموح، عاصمة فرنسا، نيس ولا مارسيليا ولا استراليا ولا باريس؟ فكر مع بعض. معانا 11. طبعا المفروض انكم عارفين، احنا عارفين ان فرنسا وصلت لنهائي ايه؟ كاس العالم. كاس العالم، متابعين كاس العالم يعني والرياضه. طيب نشوف العاصمه ايه. عاصمه فرنسا باريس. عاصمه فرنسا باريس، اجابه صحيحه. طب ممكن نخفف بقى حده المسابقه شويه ونشوف كده موهبه من فريق المستقبل عليه درجه، عليه يعني ده عليه درجه. نشوف كده موهبه كده من فريق المستقبل، مين هيقدم لنا الموهبه؟ اوكي، انا هقدم الموهبه. موهبه ايه؟ الشعر. الشعر. طب هتقدمي لنا ايه؟ هقدم قصيده بعنوان ابن الشهيد. قصيده بعنوان ابن الشهيد. الشهيد. طيب وليها كده، وحتى نتذكر ونترحم جميعا على شهداء الوطن في كل الايه المجالات. يلا اتفضلي. وصحيت في يوم بدري، قمت وفتحت الشيش، لقيت عيل صغير بيبكي ويقول ابويا ابويا غيره ماليش. قلت له مالك يا ولدي، اهدى يا قلبي ما تبكيش. قال لي ابويا راح يحارب الارهاب ولسه ما رجعليش. قلت له امسح دموعك، ابن البطل ما يبكيش، ابوك ضحيه ارهابي غادر
يغيبوا عقله في لحظة طيش. أبوك شهيد الوطن والواجب، شهيد الشرطة والجيش. أبوك عاش بطل ومات بطل، ضحى بحياته لأجل ما احنا نعيش. مسح دموعه وقال لي خلاص الدموع مفيش، هكون شجاع زي أبويا والبكا ما يشرفنيش. هكمل دراستي وأكبر وأدخل شرطة أو جيش، وأحارب الإرهاب في سينا أو في الواحات والعريش. واللي قتل أبويا، واللي قتل أبويا ملوش في الدنيا عايش. دي بلدنا، دي بلدنا محتاجة رجالة، ولا الرجالة مفيش. كلنا فداكي يا بلدي، من غيرك ما نسويش، وحياتنا تبقى رخيصة لأجل مصر تعيش. وحياتنا تبقى رخيصة لأجل مصر تعيش. وشكرا. جميل جميل يا دنيا، وجميل قوي. وحياتنا تبقى رخيصة فعلا لأجل مصر ايه تعيش، لأن الأفراد زائلون والباقي هو الايه الوطن. الوطن. طيب نشوف برضو زي ما سمعنا كده، ما هو أعتقد تستحقوا عليها درجة ولا درجتين؟ تستحقوا عليها درجة ولا درجتين؟ ها هاخد من بقوك انتوا، درجة ولا درجتين؟ درجتين. درجتين، نديهم درجتين. طيب نسمع بقى موهبة منكم قبل ما ننتقل للأسئلة تاني. تمام. القاء برضو ولا ايه؟ تمام. طيب اتفضلي، سعلي صوتك. قومي تحفينا بكلمتين في الحب، انا قلت صح تمام. نعلي بقى الصوت شوية. جبت الورق وبدأت سنون الإقلام، وبدأت أكتب على الألام الحب، لقيتني بكتب مصر وحشاني، كل ما أقرب منها بشتاق لها تاني. وحشتني مصر، وحشني فيها المشي على الكورنيش، في إيديا كوز الدولار والبيض ولقمة عيش، وشوش ببسمة منورة ومين هناك لشويش. وحشتني مصر، وحشني شرب المية من القلة، وفول ملهلج نار في كسرولة، وعيش مفقع سخن للأكيل، جواه عودين جرجير وطعمية، رزق يكتر مهما أصله قليل، ومقرفصين محلانا على الطبلية. وحشتني سومة ساعة الصبحية، بتغني للخير اللي في البدرية. وحشتني مصر وهي أحلى صبية، متكحلة وإيديها متحنية. وحشني عم حمام بكرنانه، نشنجي لكن همام خلاني أقراله. أهرام ومصر ومسا من بدري بستنى، وكنا في وقتها نحلم ونتمنى. وحشتني مصر، وحشتني لعب العيال بالكورة في حينا، عفاريت منيها مثال في الجري والحرفنة، فاروق وبيب وجمال في الأصل دول من هنا. وحشتني مصر، اشتقت أشوف الجار يدق الباب، وابني اللي لسه ما اتحسب له حساب، لسه صغير بيشب على الأبواب، واقف بيدعي لمصرنا ترجع شباب، بخشوع ورا إمامه يصلي العصر. وحشتني مصر. جميلة يا ندى، ويمكن عايشتينا في مصر في شوارعها في أكلها جوعتينا بصراحة، لأن طبعا كده عايزين بقى إن احنا ناكل فول وطعمية ونعيش كده على الكورنيش ونشرب مية من القلة. فعلا القصيدة ديت بتتكلم أو بتعبر عن الشعب، شعب مصر، الشعب البسيط اللي واخد الأمور ببساطة. يستاهلوا عليها درجة ولا درجتين يا درجتين يعني مش عايزين تنزلوهم درجة ولا حاجة؟ طيب يبقى كده إيه، قدمنا مواهب جميلة. نشوف بقى الفلسفة. يعني احنا قبل ما ندخل في الفلسفة، الفلسفة على فكرة يعني البعض بيتخض منها، لكن هي حاجة بسيطة وظريفة. نشوف بقى السؤال بتاعنا هيبقى لفريق المستقبل، والسؤال بيقول: اسلوب التفكير الذي يستند الى اسباب غير صحيحة هو الاسلوب الخرافي ولا العلمي ولا الابداعي ولا الفلسفي؟ معانا اجابة ان شاء الله. طيب خرافي ولا العلمي ولا الابداعي ولا الفلسفي؟ طب نسمع كده اجابه. الاسلوب الخرافي. يبقى الاسلوب الايه؟ الخرافي. الخرافي، نشوف كده. الاسلوب الخرافي. طيب هو المفروض الاسلوب التفكير يستند لاسباب صحيحه ولا اسباب غير صحيحه؟ يعني الواحد لما يفكر يفكر باسباب علميه ولا اسباب غير علميه؟ علميه طبعا. طبعا انت عارفه بقى الاسلوب الخرافي ده يعني ممكن يدخلك في قصص تانية، من ضمنها مثلا ان الانسان يقولك ايه ده، انا مش عارف اجاوب، انا اتحسدت، ده بصوا لي في الكلام، مش عارف ده 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 اسلوب علمي ولا اسلوب ده خرافي؟ طبعا خرافي. ان الواحد مثلا يكون رايح يشتري مثلا اي حاجه، يقول لك انا هشتري وخلاص، طب ولو بقيت الحاجات يا عم مفيش مشكله هنرزق. ماشي، ما هو ربنا هيرزقنا وكل حاجه، بس لازم الانسان يبقى بيعقلها وايه ويتوكل وياخد بالايه بالاسباب. مش هترزق من غير مجهود، من غير لازم تشتغل ولازم تبذل اي مجهود، ربنا سبحانه وتعالى هيديك وهيكافئك على قد جهدك. يبقى خدوا معانا
درجة. من خصائص التفكير الفلسفي، هنشوف بقى الخرافي احنا عرفناه، الفلسفي من خصائصه التبعية، غياب العقل للتأمل كل ما سبق. نقول السؤال تاني او موجود قدامنا، خصائص التفكير الفلسفي التبعية ولا غياب العقل ولا التأمل ولا كل ما سبق؟ معنا طبعا وقتنا عشان نفكر ونريح نفسنا. انتوا طبعا كلكم درستوا فلسفة هذا العام صح؟ فلسفة مادة جميلة ولا انتوا ميولكوا علمية؟ نفسها ميولكوا علمية. ماشي، بس عادي يعني في ناس بيقولها أدبية. نشوف كده، يلا الإجابة. الإجابة التأمل. التأمل، بس طبيعي كل ما سبق أنا استبعدتها صح؟ لأن هي طبعا إجابة صحيحة، كل ما سبق هستبعدها، لأن التبعية يعني تبع غيرك، غياب العقل يعني مش هتستخدم عقلك، أكيد هيبقى فيها الإيه؟ التأمل، وهتبقى الإجابة بتاعتنا إجابة صحيحة وتستحق عليها إيه؟ درجة. طيب يبقى وصلنا إن خصائص التفكير الفلسفي هتبقى معانا التأمل. طيب نشوف بقى السؤال التالي، الفيزياء. دخلنا بقى، انت قلتي لي ميولنا علميه صح؟ الكمبيوتر جاب لك ميولك على طول عشان ما تتحججيش. تحب الفيزياء يا دنيا؟ برضه ميولنا علميه؟ المعلومة. طيب نشوف كده، ما شاء الله، يعني كده انا ناوي على طب يعني. شوف السؤال، وحده قياس شده التيار، هل هي الامبير ولا الفولت ولا الوات ولا الكولوم؟ طبعا معانا وقتنا، نبص على وقتنا، لسه وقتنا على الشاشه. ايوه نفكر كده تفكير، هنفكر تفكير علمي ولا تفكير خرافي؟ تفكير علمي طبعا. تفكير علمي. وصلنا الاجابه، معانا لسه 7 ثواني، اول ما الثواني تخلص على طول اطلعوا لي بالاجابه. طيب نسمع الاجابه. الاجابه هتبقى امبير. الاجابه امبير، نشوف كده مع بعض. الاجابه طبعا امبير، هتبقى اجابه ايه؟ صحيحه، تستحق عليها درجه. طبعا الفيزياء يا جماعه من المواد الشائكه جدا في الثانويه العامه، وعلى فكره بتبين يعني عايز اقول انها بتساعد على رقي التفكير، يعني اوعوا تفتكروا ان انا بس. طبعا هي ميول، لو انا ما عنديش عندي ميول حلوه في الميول الادبيه اخش ادبي، ميولي حلوه في الميول العلميه اخش علم. فيزياء اي نعم ساعات بتيجي حاجات صعبه، بس اللي بيفكر يقدر يمشي وراها ويجيب. بتهيألي في حد فيكم كان داخل في مسابقات اللي تبع مجلس الوزراء اللي هي للعباقره على مستوى الجمهوريه الفيزياء، مين فيكم دخل في حاجه زي كده، فيزياء ولا كيمياء أنا؟ ولا ايوه انا دخلت. انت دخلتي في الايه؟ في الفيزياء. في الفيزياء. وانت دخلت في الفيزياء والكيمياء. والفيزياء والكيمياء. فيزياء كيمياء. ده كيمياء يعني ما شاء الله، انا معنى ده كده معناه ان الاربعه اللي قدامي هيبقوا علمي ان شاء الله باذن الله. علم علوم ولا علم رياضه؟ العلم علوم. لسه ما قررتش. ما قررتش. المعلوم. بفكر المعلوم. بس تحاولوا تتخصصوا في تخصصات بقى مختلفة ما تتخرجوا عشان نعرف نستفيد منكم، يعني دي دكتورة في كذا، دكتور. طيب شوف السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول وحدة قياس الكتلة، المتر ولا الكيلوجرام ولا الجول ولا الكولوم؟ نفكر برضو في حدود وقتنا. لسه معانا 14 ثانية. استقرينا على إجابة ولا لسه؟ استقرينا يعني؟ طيب نقدر نقولها مع آخر ثانية، نقدر نقول الإجابة. الكيلو جرام. الكيلو جرام. فعلا هتبقى الإجابة إجابة صحيحة ويستحق عليها نقطة. وحدة قياس الكتلة هي الكيلو إيه؟ جرام. هي أسئلة فيزياء بس أسئلة فيزياء يعني لسه في البدايات، مش حاجة صعبة عشان خاطر إيه تدخلي، لأن مش هجيب لك مسائل بقى وتقعدي تحلي عشان خاطر وقتك أنت. طيب ماشي، إحنا طبعًا مسابقتنا بتقارب على الإنتهاء، عايزين بقى نشوف بقى الأسئلة اللي جاية. وحدة قياس الكتلة في النظام الإنجليزي، يعني إيه؟ دخلنا بقى في سؤال فيه تفكير شوية، هل هي اللتر ولا الجرام ولا الكيلو جرام ولا الباوند؟ طبعًا النظام الإنجليزي إحنا خدناه دلوقتي، خدنا الكتلة كانت كيلو جرام، لكن في النظام الانجليزي كانت حاجة مختلفة. نفكر. براحتكم.
هنحذف اجابتين. ارفعي بس الكارت كده بيني قدام الناس، عايز اشوف ان انت بتحتاجي المساعده عشان نشوف هنساعدك ولا مش هنساعدك. لا احنا هنساعدك عشان انت ذكرتينا بشهداء مصر اي نعم بكيتينا في القصيده بتاعتك ابكيتينا، ولكن بالفعل نسال الله عز وجل طبعا ان يتقبل هؤلاء الناس ايه شهداء. طيب هنا هحذف لكم اجابتين، هحذف لكم اللتر والكيلو جرام، يبقى احنا معانا الاجابتين السماوي والاخضر اللي هي الجرام والباوند. اجاوب؟ جاوبي. الاجابه تكون الباوند. الاجابه هتبقى الباوند اجابه صحيحه. ماشي، يبقى اجابه صحيحه وتستحقوا عليها درجه. احنا كنا شغالين في النظام الانجليزي، ماشي، نشتغل برضو في النظام الانجليزي. وحده قياس الطول في النظام الانجليزي، المتر ولا القدم ولا القصبه ولا الذراع؟ معانا وقتنا. سبعتاشر ثانية لسه معانا نفكر. وصلت ولا عايزين وسيلة مساعدة ولا حاجة؟ لا وصلت. يعني الكروت دي هنرميها ولا ايه؟ لسه فاضل 8 ثواني. 7. طبعا انت عايزاهم ما يستخدموش وسائل المساعده بس يغلطوا، صح؟ طب نسمع اجابتكم. الاجابه القدم. القدم؟ اه ده القدم ده بتاع الثلاجات، يعني دي الثلاجه 12 قدم 14 قدم، يعني انت متاكده من الاجابه دي ولا ايه ظروفك؟ متاكده. هي اجابه صحيحه فعلا، يبقى وحده قياس الطول في النظام الانجليزي هتبقى الايه؟ القدم، ويستحق عليها ايه؟ نقطه. وزي ما قلت الساده المشاهدين هياخدوا معلومه، واحنا يا ناخد درجه يا ناخد ايه معلومه. اعتقد ان حتى لو الحاجات دي احنا درسناها ممكن نلاقي حاجه بنسمعها لاول مره، حاجه بتفكرنا بتثبت الذهن. اعتقد الاسئله اللي اتسالت في سر التفوق مش هتتنسي، لان الاسئله دي انا اتسالت وانا قدامي او سالت ليا وانا تحت ضغط. بعتبر ان هنا الاسئله اللي بتسال ليكم دلوقتي تحت ضغط، لان طبعا انتوا بتعتبروا متهيبين الكاميرات شويه، لكن ما شاء الله انا حاسس ان انتوا كانكم مولودين قدام الايه الكاميرا. اختراعات. مخترع المصباح الكهربائي كارل ولا توماس اديسون ولا فليمينج ولا بيتهوفن؟ فكري بقى كده يا منى وعبقريتك. 25 24، لان طبعا الدنيا ملهاش في الاختراعات، الدنيا ليها في عايز اقول الاتلاف، تكسر حاجات في البيت مش تخترع يعني. معانا 14 ثانيه. انت وصلت للاجابه اللي هو المصباح الكهربائي؟ طبعا الراجل ده كانوا بيتهموه بالفشل وعانى في طفولته، لكن أيوة اخترع لنا حاجه مهمه جدا نسمعها بقى منك. الاجابه تبقى توماس اديسون. توماس اديسون اجابه طبعا صحيحه. انت كان عندك معلومه عايزه تقوليها؟ ان هو كان فشل في المدرسه وكده، وكان مدرسين بيقولوا عليه كده، والدته قالت له قررت ان هي اللي تعلمه، فعلا تعلمه في البيت يعني. وهو طلع انا يمكن قريت حاجه على صفحات التواصل الاجتماعي امبارح جميله قوي عجبتني قوي، بمناسبه نتيجه الثانويه العامه، كانت قالتها يعني حد كاتبها احد الزميلات، كانت كاتبه على الفيسبوك ان لا يوجد شيء اسمه كليات قمه، ادخل الكليه التي تناسب ميولك واصنع قمتك بايه؟ بنفسك. فبالفعل هنا هو صنع قمته بنفسه اللي هو توماس اديسون، بس صنع قمته لنفسه ولينا كلنا، ولولا ذلك ما كنتش هتلاقي الاضاءه اللي موجوده ديت. نشوف طب السؤال اللي بعد كده والاختراع القادم. اختراعات ده سهل بقى. مكتشف الفيمتو ثانيه، دكتور احمد زويل ولا دكتور فاروق الباز؟ ده اخر سؤال. ولا دكتور مصطفى السيد ولا دكتور مجدي يعقوب؟ نفكر عشان نختم حلقتنا، مش لازم بقى حته التايمر. لا معانا تايمر اهو، نبص. نشوف كده الإجابة. قول الإجابة. دكتور أحمد زويل. يبقى الإجابة معانا طبعا العالم المصري رحمة الله عليه دكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة إيه؟ نوبل. خدها في الإيه؟ في الفيزياء ولا في إيه؟ لا في الكيمياء. خدها في الكيمياء، ويمكن ده يبقى آخر سؤال معانا وكده تنتهي مسابقتنا.
ويبقى فريق المستقبل حصل على 16 نقطة وفريق الطموح حصل على 18 نقطة هو الفايز معانا. عايز أقول محدش فاز وحدش خسر، كلنا فايزين. مدرسة السلام الثانوية إدارة حدائق القبة هي اللي فازت، إحنا كلنا كسبنا معلومات. نحيي كده بقى الفريق اللي فايز كده، نسقف للفريق اللي فايز، سقف له كده. يمين أنتوا ما عندكمش روح رياضية ولا إيه؟ طيب كده فاز معانا فريق الطموح. بشكركم على حلقتكم الجميلة النهاردة، وبشكر السادة المشاهدين على هذه الحلقة الرائعة الجميلة اللي ساعدت فيها بطالبات مدرسة السلام الثانوية إدارة حدائق القبة، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء، وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.